فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الاستعاذة، يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 40 يوما لا تفوته التكبيرة الأولى، هل المقصود بذلك تكبيرة الإحرام أم الركعة الأولى؟ لا، تكبيرة الإحرام، تكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام هي التكبيرة الأولى، الركوع لا يسمى تكبيرا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.